القدس تي في، عيش الخبر أينما كنت. المستشفى الميداني المغربي في قطاع غزة جهد مغربي لم يكن الأول على الصعيد الطبي، إذ سبق وأن أرسلت المملكة المغربية وفدا طبيا مماثلا في أعقاب عدوان الرصاص المصبوب. المستشفى الذي يضم 16 طبيبا في 12 اختصاصا طبيا يوفر كذلك العمليات الجراحية والأدوية في خيام مؤهلة طبيا. نحن نوفر خدمات طبية مجانية ذات مستوى عالي، وندمج المريض الفلسطيني في الاستشارات العلاجية له، كان طبية أم جراحية. لقد استقبلنا حتى اليوم أكثر من 12,000 مريض، وأعطينا أكثر من 15,000 خدمة، لأن هناك بعض المرضى الذين يأتون من منطقة بعيدة يحصلون على 2 أو 3 خدمات في اليوم الواحد. الطواقم الطبية المغربية التي تعمل طوال النهار في استقبال المرضى والمراجعين الفلسطينيين وتقديم مختلف أشكال المساعدة لهم تشعر بارتياح كبير، وهي تقيم ولو مؤقتا على جزء من الأرض الفلسطينية. فبالإضافة إلى الواجب الطبي الإنساني، هم يؤدون رسالة إسناد لأشقائهم في فلسطين. في المرة الأولى لم يكن هناك طبيب أسنان، ونظرا للطلبات المتكررة تم إيفاد وعلى عجل طبيب الأسنان ومساعده، وإحنا هنا نشعر باعتزاز وفخر لأداء مهمتنا. المرضى الذين يقفون في طوابير طويلة لتلقي العلاج اللازم داخل المستشفى الميداني المغربي يقدرون عاليا هذا الجهد، ليس على الصعيد الإنساني فحسب، بل ومن خلال الإنجازات الطبية كذلك التي حققها هذا المستشفى للكثير من المرضى الذين كانوا يعالجون في خارج غزة. أخذت تذكرة ورحت عند الطبيب الأنف والأذن والحنجرة، فقرر لي أني أحتاج لعملية، فسجلت وتوكلت على الله وعملتها، والحمد لله نجحت في 100%. وبشكرهم كتير كتير، بشكر الخدمات كلها، الوفد كله والملك والشعب. للأمانة يعني بمملكة المغرب وقفت بما يرضي الله معنا. بطلب من كل الدول العربية أنها تخطو خطوة المغرب بإقامة دواء يعني مستشفى متنقل بأطباء مميزين، كي يخففوا من آلام هذا الشعب المظلوم. وأنتم تعلمون كم الظلم الذي يوقع على هذا الشعب من الاحتلال الصهيوني. المستشفى الميداني المغربي في قطاع غزة لوحة فنية جميلة للعمل الدؤوب في مداواة المرضى والتخفيف من آلامهم، آلام تنتظر المزيد من الدعم العربي على الصعيدين السياسي والاقتصادي حتى تكتمل الصورة. محمد الأصل، تلفزيون القدس، من مدينة غزة. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، يوتيوب وتويتر.